السلام عليكم، معكم حمزة من ميسولات. اليوم غادي نعطيكو تشالنج باونينغ، تشالنج سموه ربطو ليبسي ليبسي. ليكسيكوتابل سي ألف ألف لما تاع لينكس 64 بيت. عطاونا السورس كود، سمحولي السورس كود جاي ساهل، كاين مين فانكشن و ابري كاين فونكسيون فولنيراب. في الفونكسيون فولنيراب كاين زعما كشغل اري تابلو تاع 64 بايت. ابري نسقسو على انبوت و الانبوت يحطوه في هذا البافر هذا. بعدا اون افيش شكتبنا بيان سور. مكاش كاع ليميت تشيكينغ هنايا، كشغل مكاش مرناش نقولو اف باف اف زعما رانيش نشوفو الى الحاجه اللي نكتبوها الى زعما اصغر ولا اكبر من 64. دونك هنا غادي نستغلو هاد الطاره نشوفو البروغرام كيخدم. ربطو ليبسي ياك، تقول له حاجه كيما هكا هو يعاود يردها لك. دونك نشوفو بالجي دي بي على سموه ربطو ليبسي، خاطر كان هنا لو ان اكس. ان اكس صافي دير نون اكسكيوتابل، صافي دير كيما الحلقة اللي فاتت في الاوفر فلو 3. قدينا نحطو الشيل كود فوق ستاك، بصح في هاد التشالنج منجموش نحطو فوق ستاك باسكو ستاك اللي مراش اكسكيوتابل. والحاجه الثانيه هاد الاكسكيوتاب 64 بيت، دونك غادي يكونوا لي ريجستر واحد اخرين. دونك في بلاست لي باس او اي بي عندنا ار اي بي باغ اكزومبل. دونك دوك نشوفو كيف نحلو. بون الحاجه الاولى نديرو باش ندير حوس على الاوفسيت تاع الار اي بي ياك، نصنعو باتر كرييت تاع سون كاركتر ياك. من بعد نلوشو لابليكاسيون بهاد الانبوت كيما هكدا. صرا سيجمنتيشن فولت سي نورمال. المشكلة هنايا عطاتنا حاجة قالنا وين زعما سيجمنتيشن فولت. دونك الحاجه اللي خاصنا نديروها هي نشوفو الار اس بي، هي ستاك بوينتر. ستاك بوينتر سما هو شاد كان يحوس يدير، كان يحوس يجبد هاد لادريس هذا ياك، كان يحوس اكزيكوتي. بصح المشكله هذاك لادريس ماشي نيكسيست با و تاني كبير بزاف، كاين ليميتاسيون في و لادريس هذا كبير بزاف. دونك باش نحوسو الاوفسيت اللي قادر نكوبيوه و نكونفرتو لل هكسا ديسيمال ياك. و هادي غادي نديرها بالخف بال بي اش بي، كاين واحد فونكسيون سمو بين تو هكس كيما هكدا. و هادي نشوفو بهاد العدد هذا نشوفو الاوفسيت كيما هكا 0x. قالك not found in pattern، ايه بيان سور مين باسكو ستاك اللي قالك كلشي راه بالمقلوب. دونك هذا كسمو هذا لي كاركتر اللي قنقلبوهم. دونك نسمو كيما هكا نقلبوهم string reverse قالك الاوفسيت راه 72. دونك 72 هذاك هو الاوفسيت. نروحو للفولدر تاعنا بين نصنعو فيشي بايثون ياك كالعادة ايتم
on bunu offset راح نمشي بعين ياك ثم البفر غادي نعمروه 72 كاركتر من بعد هنا غادي نديرو حاجة دونك راه 72 كاركتر كيما قلنا قبيلة بلي ستاك ستاك لي نو اكزيكي منجموش نحطو فيه الشيل كود باسكو منجموش نكزيكيوتيوه دونك غادي نستعملو بما يسمى الروب والروب روب يعني معناتها return oriented programming وكاسكو صافي دير غادي نستعملو الكود دي كود لي في ليبراري ليبسي ليبسي هذا ست ليبراري فيه دي فونكسيون كاع وغادي نستعملو الكود لي في هذيك ليبراري باش نديروها باش نسحقو غادي نسحقو زوج صوالح نسحقو عفوا ثلاثة نسحقو بين اس اش لا كوموند بين اس اش هيك وش نسحقو تاني كنسحقو لا فونكسيون سيستم دونك بين اس اش راه هنا في هذا الكسمو راه في هذا لادريس كي درنا اكس اس هاد لادريس غادي يجينا بين اس اش فوالا دونك نسحقو هادي بين اس اش ياك و سيستم كول راه في هاد ال راه هنايا بيان سور نسحقو تانيك from struct import pack نسحقو الفونكسيون باك هذا ياك فونكسيون باك باش كونفيرتو الراو داتا باينري زعما في هاد الخطرة غادي نستعملو كيو هذا في بلاصة الاي على خاطرش هذا غادي نخدمو ب 64 بيت هي شوفو الدوكيومونطاسيون تاع بايثون باك هذا وتشوفو كسمو كاع لي زوبسيون يعني فوالا الحاجة التانية اللي نسحقوها بيسكو 64 بيت هذا الاكزيكيتاب خصنا هذا البين اس اش هذا بين اس اش السترين هذا خصنا نحطوه في الريجستر وهذا الريجستر غادي نحطوه في الريجستر ار دي اي غادي كي نكزيكيتو هذا السيستم كول هذا غادي هذا الفونكسيون غادي يشوف في الاكسيمو غادي يشوف لي بارامتر ولي بارامتر يكون في ار دي اي شوف كونتكست غادي يكون في ار دي اي وفي واحد الريجستر واحد اخرين غادي هو يشوف في ار دي اي ار دي اي هو دونك غادي نسحقو بما يسمى روب جادجت شوف سيرش دمب ايه دمب روب غادي نسحقو دمب روب باش يافيشي لنا شغل دي كابتشات هادو زعما هادو سو دي انستركسيون دونك في هاد لادريس غادي نلقاو الانستركسيون ريتيرن بصح حنا اش غادي نسحقو نسحقو بوب ار دي اي ريتيرن كيسكو صافي دير هادي غادي الاولى اللي نديروها
op RDE, ça veut dire الحاجة اللي تكون فوق الستاك يحطها في الريجستر RDE. دونك الحاجة اللي غادي تكون في الستاك هي بين SH, هذيك غادي نحطوها في RDE ومن بعد نعيطو السيستم كول هذا. دونك نسحقو هذا الادريس بوب RDE return بوب RDE دونك return oriented programming. غادي هنا البافر نزيدو له بوب RDE, من بعد اش نزيدو له, نزيدو له بين SH string هذاك ياك. دونك غادي هذا كسمو يطلع بين SH هذاك غادي يحطوه في الريجيستر RDE, من بعد اش نقولو نعيطو السيستم كول هذا سيستم. فهم يزور لكم print buffer هذا افيشو. دونك نعيطو الاكسبلويت هذا اي خاصنا نردوه executable ch mod plus x exploit و نحطوها زعما في فيشي اسمه payload هكا ياك. دابا نخرجو هادو نشوفو اكسيكيوتو البروغرام. قالك نيو بروسيس ستارتد اكسيتد نورمالي. كاين واحد البروبلام زعما دي فوا STD ان ستاندرد انبوت دي فوا كاين دي بروبلام معاه. دونك هي باش زعما بور لو ريزودر شنو خاصنا نديرو نستعملو كات كات بايلود. والحاجة اللي ديفون يساوها بزاف الناس هي كسمو هاد الشرطة هادي, هادي باش تخلي ال STDIN الانبوت تخليه محلول ومن بعد نعيطو البروغرام تاعنا روب تو ليبسي كيما قلنا. قلعنا البروغرام دوك نجمو نافيشو دي فيشي و كتر يطلع فوا يكون كاين فلاك تما فوق السيرفر كيما هكا و ما انت ما عليك دير غير زعما كات فلاك مال تي اكس تي و زعما راك شدو فلاك. بون جيسبر عجبتكم هاد الحلقة و ربطو ديبسي. السلام عليكم.